السلام عليكم. اليوم قررت نفتتح شين يوتيوب ديال الماكلة، وقررت نبدأ بأول أكلة اللي هي المسمن مغربي. بور سولا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الفرينة، 300 غرام ديال السمون اكسترا فين رقيقة بزاف، ملحة، الزيت، الماء سخون باش نعجنو، والزبدة. كنزيدو معلقة صغيرة كويغا كافي ديال لو سال، درت كويغ كبيرة مي مديروش بحال. غادي نبداو نخلطو مزيان. بالنسبة للماء كنديرو تقريبا 320 غرام ديال الماء، هادشي كامل بالنسبة لزيتيون لي فليترونجي لي كيتشكاو ديما تنحشت الماكلة ديال المغرب، تنحشت الماكلة ديال المغرب. طب حمر عليه يديك نعم اسيدي وطيب لك شي هيوات، تبقى ديما امك عايشه لك. اسيم دابا كنفكر منين كيطيب، منين يطيب ويسالي ونبدا ناكلهم. احسن مرحله عندي في الطياب هي ملي كنبدا ناكل حاجه عاديه. كما كتلاحظوا عندي مقله مهرسه اللي هي حاجه طبيعيه جدا، ما حدي انا اتيديون كنقضيو باللي كنحنا مقلاة مهرسة برد كنسخنو فيه الماء. يا هاني عجان يا ما تعجن، الا عندك شي كتاف خلينا من داكشي د العصال. ضرب ليا لي ديك على الكتاف داكشي لونطريما طبيعية خالية من الدهون. من كنكونو كنعجنو ما كنقطعوش العجينه ونعاودو نعجنو بها، جامي تقطع العجينه وانت كتعجن حيت هكاك كتفسد. لهذا كنشدو الكسكس كلاخ كنديرو له لا غوفرونش بلا ما نقطعو. مره كنزيدو الماء باش كتسهل شويه العجينه كتولي سهله بحال الا كنتي كتلعب ب 10 كيلو فهاد الكسف كتولي تلعب ب 5. شي كام تخرج رمضان عاد دينا نصوب ايش شي شي هاني هاني رمضان كنت كنصوب عاد شي شهيوات. نعم اسيدي الصوب هاد الخضرة الحريرة. دابا ندير واحد الفيديو على الحريرة، نعلم لاوي معمر ولا مسمن معمر، نجربو ان شاء الله اي حاجه اي حاجه. ما حد عندي الوقت نديرو كلش، الدجاج محمر باباه نديروه مالو يخلعنا البسطيله. اعطيه زيدو اليوم ناكل المسمن، اعطيه بشي ملاويه. بارك عليها كي ولات. كتحس بها ولات رطبه فهاد اللحظه هذيك كنقولوا بركه عليها. خصنا نغلفوا دابا ببابي سيلوفان لي زاستري غليسي اون غاج غير تحلو تبدا ديك اللعبه داك كايا. كنخليوها ساعتين وكنخليوها ساعتين، سنعود بعد قليل. عدنا رجعنا بعد ساعتين ما خليناها ترتاح شويه. بوغ لو مومون غادي نهزوها ياك، غادي ندلكوها عاود ساعه غادي ندلكوها ونخليوها ترتاح واحد الساعه. المهم ندلكوها دابا لواحد المده ديال بين 3 و 5 دقائق. شو العجينه كي ولات كتعني انها كترتاح ولا كتعني انني ضيعت هادشي كامل؟ يا ليل يا ليل يا ليل. والله الا ولينا نعجنو نسيقو صافي مابقيناش نحتاجو المرا حنايا.
ولا اصلا ما عندناش المؤهلات شادين طابله ودازين كنعجنوا شحال ملي نبدا ندخل الفلوس مو ياسر ندير شي لابوراتوار ديال الكوزينه ديال داكشي الزوين. نعجبكم نعجبكم ان شاء الله نتوما عاملوها معانا يا اخي. يا ربي تحفظ اول فيديو ديالي تكايسوا عليا شوف حاولوا حاولوا غادي نخليوها ترتاح واحد الساعة بعد ما نغلفوها. هاديك اللعبة داك زعما راني خاتل في العجينة فهمتو داكشي ديال 70 عام ديال الكويزين شي كتبان زوينة. نضربو ليها شي تغليفة ونخليوها ساعة. العجينة ديالنا نخليوها 60 دقيقة بعد ما سينا ساعة ديال ساعة باش ترتاح عاوتاني. هاد المرة كناخدو كنديرو شوية ديال الزيت في زلافة من الزيت العادية كندهنو يدينا بحال هكا كنبقاو نقطعو كويرات صغيورين كيكونو قد الملاوية. هاد اللحظة كيبانو الأباطيرة فهاد الشدة هادي كدير هاديك اللعبة هكا كتشدها هكا لا كا كيكونوا يديك مزيتين عقل عقل عندك تنسى تنسى راه ما يعجبنيش الحال كنحطوها نفس الحركه كنديرو حتى كنقاضيو العجينه ديالنا شوف 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 المهاره. بالنسبة لهذا الشيء كنخليوه نص ساعة نص ساعة في طابية سيلوفان عقل عقل عندك ما تصدق لكش تقول لي علاش ما صدقاش ضحكتي عليه هنا ولا شي لعيب. نجيبو طابية سيلوفان كنغلفوها مزيان ما كيدخلش الريح هضره ما كنبغيش نعاود الله يرضي عليك عقل عقل معايا ها انت يا فهمتي. كنخليوها نص ساعة يلا نص ساعة ونرجع لكم. وأخيرا عدنا وهذه المرة آخر مرة دونك غنبداو نطيبو الملاوي ولهذا كناخدو كويرة الزيت اللي كانت عندنا كنزيدو عليها الزبدة دايبة كندوبها مع الزبدة وكناخدو شوية ديال السمون الرقيقة بحال هاكا نخلطو شتيها خليك كتشوف. كندهنو البلا البلاطو فينا نخدمو ناخدو الكرة ديالنا دابا مع ارتحت بزاف شتي كتولي زوينة كتولي كتجبد ايوا كندهنوها كنطاليوها مزيان حاولو ما تقطعش مي واخا تقطع دنيا هانية زعما ما عندناش مشكل حنايا تقطع غادي هنايا شتي كتولي مع مرتاحه مزيان كتولي تجبد بزاف. نوليو ندهنوها شويه شويه زويته وشويه د السميده السميده الرقيقه بزاف كنشدو هكا كنطويو التولوت كندهنو عاد كتجيها هكا كنديرو هكا باش تخرج مرقه تخرج ملاويه زوينه مرقه عاوتاني كنشدو الجهة الأخرى عاود كنعاودو نفس الحاجة كندهنو الجهة الأخرى شتي ها عاوتاني نفس الحاجة وكندهنو كتخرج مربعة كما كتشوفوا معايا هنايا هادي كنحطوها اكوتي اكوتي دو لابا دو لا غوفونش كنجيب وحده اخرى نفس الحاجه عاود حداي معايا لا تزكلك ولا هكا ناخذها ثاني وحده
كندهنوها عاود من ايطاليوا. خصها تكون رقيقه بزاف لو ماكسيموم بوسيبل باش تجي مرقه مزيانه، فهمتيني؟ كتجي كندهنو يدينا ونبداو نايطاليوا هكا باش نحاولو ما تقطعش. صافي كنجيبو زويته من الفوق، كندير السميده، كنشدو عاود النص كنجيبوه عاوتاني، داكشي اللي بقى كندهنوه سميده، عاود كنشدوه عاوتاني الجهه الاخرى، كنديروا لهاديك اللعبه داكا ضي معايا انت تزقلا، جيبو عاود هادي هكا وهك هي مشات هي عاود كويره. كنديروا نفس الحاجه مع الثلاثه اللي بقاو لنا. سيداتي سادتي ودابا اسمعوني، راه بعد ما كنقادو كلشي بحال هكايا كيجيو هك، دابا كنصوبو الملاويش كنديرو كنطاليوهم شويه، لكن اون ميم طون كنخليو المقله تسخن. المقله خاصها تسخن مزيان، باش نحطو انيشان على المقله. ها الملاويه ديالنا نحطها فوق المقله سخونه، خاصها تكون سخونه، من الاحسن شي حاجه ثقيله يعني مقله ثقيله ولا فاش كطيبوا الحرشه نسيت سميتو، لكن المهم انا عندي المقله، هذيك المقله اللي مهرسه راني نفسي نطيب فيها الملاوي. ها الملاويه كنجيبو الزيت معانا، الملاويه نمشيو بهم هكايا. نعم سيدي المقله سخونه كندهنو، كنحلوح عليها شويه الزيت، خصنا نحضيو راسنا حيت شفت لي تحرقت انا بهذه الطريقه هذه. هايا مره مره كنبداو نحركوها بحال هكا. حنايا كنقلبو الملاويه، شو بدات تحمر ديك الشي سانك سانك. نعم سيدي داك الشي تاكل على سبيعات يديك. اون ميم طون راه كنقادو الاخرين كنجبدوهم على شكل كاري بحال هادي، كنسخنوهم شي راه كيبان لكم حروق راه كيكون منفوخ كتقيسها كتزول. الملاوية طالعة بشي وانا مسيد. اوه والله الا حنان سيربون، هي طابت غادي نزولوها نديروها في طبيعة سهلة وندوز الاخرين ان شاء الله ونشوف التالي كيفاش يجيب. ها انا سالي الطياب الملاوي، من الاحسن اني نساليو الطياب كل وحده غنديرو بحال هكا بحركه تورق تولي مورقه. الشق هذه العلامه ديال ان الملاويه تاكل عليها صبيعه رجلي. ويلي 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 اسيكي طيب عاوتاني اح عليا وخلاص. اسي مغربي نعم سيدي امنعنع باش جابنا كاع تفكر المحلابه ولا شي حاجه، المحلابه باش نجيبوها حتى لدارنا حنايا. العفو لله دنو لفريميجا او عسيلا او اعطيها البرمجه واعطيها العسل والله يعطيها الصحه. انيحه 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 او تبارك الله عليا وخلاص. ريحة المغرب.